علمه ما يملى الكاس. شيله انا بشيله يا اخي. طيب اذا بيض الله وجهك يا ابو ثامر حبيبي يا كثر الله خيرك وما قصرت والله لا انت ولا قرب دعمك اذا رحلتك داخليه ابو ثامر ها داخليه العقيق شكرا لك انت قرب دعمك الله يبيض وجههم ايش الميزات العقيق العقيق واي لاف يو لك وشكرا لك العافيه قلبي يعطيكم العافيه ايش الميزات ابو شرف ابو ثامر ها حلوة هنا شكل مكسر هذا وين؟ هو الصوت اللي هنا تعالوا على المسرح على المسرح على المسرح على المسرح يا عيال وسلامي حي سقى الله نهر باقي من شهر عاشور له الفضل من بدا ليالي والايامي نطحني هنا فين كانها من بلد الحر وتكسر نظرها شارة اللي واشوفه غدا كانت مثيل واحلامي واشوفه غدا كانت مثيل واحلامي عاشوا 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 تفاخر يا كاريزماوي طيب. يا انا عندي كلمه ختاميه ودي اختم بس ما ادري ايوه كاميرا يمين يسار فوق تحت اغرب طيب طيب يا عيال انا بختم بس يا الربع يا حلوين يا كاريزماويه يا حبيبي يا كاريزماوي ابغى اختم اول شيء الله يبيض وجيهكم ويرحم والديكم والله اني ما ادري ايش اقول جملتوني وبيض الله وجهكم يا اخوياي على حماسكم ووقفتكم الطيبه وروحكم الحلوه الله لا يخليني منكم ومن وقفتكم على الشغل اللي جمل بيض الله وجيهكم طلعنا بشكل كويس يليق ببرنامج واقعي زي كاريزما بيض الله وجيهكم وجمل الله حالكم واتمنى يا الربع ان ما قصرنا وان قدمنا كل علم يرضيكم ما حصل قصور لانك على يمناي طال عمرك الله يبيض وجيهكم جميعا والصوره يا لبيه وثقل يا اتس بختم ناوي يسوي شيء اخر والله العظيم لا والله لا والله لا وقف اصبر تعال سالم يا نايف كلنا فخرا اننا نحمل صورتك الله يرحم جيبالي صديق اخ قريب اغلى من يا لبيه اكرمتني صدق اقولها كثر الله خيركم بيض الله وجيهكم يا لبيه يا لبيه صورتك هذه يا عيوني احب اقول لك اوف 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 يا لبيه يا ابو مهدي الله يجعلني قبلكم ارمى عليه ارمى من غلاء
بيض الله وجهك بيض الله وجهك الله يجمل حالكم ختام من قل ودل خير حلو بيض الله وجهكم والله العظيم الكلام خلص فيكم والله ما ادري ايش اقول شكرا في الختام اسلم الله يبيض وجههم ويطول اعمارهم ناصر احس فيك طاقه انك تبي تتكلم ابي اضربه ماني خلنا دخلنا حول قلت له بعدين في الختام وقبل السلام صلوا على خير الانام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بيض الله وجيهكم يا رجال عز الله ان رايتكم بيضا اخوكم نايف ثامر مطيري وربعه الطيبين نايف والله العظيم ما يبدع وما يقدم الا من طيب اخوياه تستاهل ودعم اخوياه بيض الله وجيهكم يا زينكم يا لبي عندنا يا لبي يا ابو حمد بيض الله وجيهكم شكرا وايد استاذ نايف طلعت مقدم ها استاذ نايف يا عيون استاذ نايف الف يا استاذ نايف توي ادري استاذ نايف والله الف يعني استاذ دف لي استاذ المفروض يحطونه قدام اسمي انا والله واخر من نايف استاذ وشيخ طلع يعني يا لبي يا نايف اكلت ولا لا صدق اي والله شوف والله ما بعد كلت انا ورق عنب ايوه اول مره ايش رايك فيه مضبوط اني اول مره هاكله بس اني اكل الرز اللي فيه اول مره تاكل الورق بعد اول لا ورق ما كليت اكل الرز اللي فيه يا سلام صراحه يا نايف انت حاله استثناء حبيبي انت ما ادري شو اقول الله يسعدك لا فيو يا عيوني نروح لوين تسوي اللي تبي انت تسوي وتقول تبي تجلس تبي يقول عصري تروحت ما هي عصريه قعدت اهجس وهرج روحي بروحي ويقول الثاني يقول خطري لا غبت الشمس والليل اقترب خطر المسجون لي ما تبلغ بالقصص انا كاريزماوي انا كاريزماوي انا كاريزماوي انا كاريزماوي والراس طايل لمركز النار